القضايا اللي كانوا يطرحوها علينا ان ضد مجهول. المجهول جينا جبنا كاميرات تصوير، صورنا المستوطن لما نزل من المستوطنة، نزل يقطف زيتون، اتصلنا بالشرطة الارتباط اجا ومسكوه واحنا نصور الشرطة وهي الطارد والارتباط في المستوطن، واخذوه على بنيامين وانطلبنا على بنيامين للشهادة، وما طلبناش لمحكمة ان نشهد هذا الحكي ان تقدم المستوطن هذا لمحكمة ولا لا. دائما ان ضد مجهول، مجهول ثابت يعني، وموجود دائما مجهول.